والي عيسى المسيح السماوية الخالدة. إن أحببتم فقط الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ فلا يفعل الأنانيون ذلك؟ صار فيكن تتواصلوا معنا عبر جوجل بلس. ضيفونا وتابعوا اخر اخبارنا. ميلاده قسم التاريخ الى نصفين، نصف قبل ميلاده والاخر بعد ميلاده، وقيل عنه الكثير، منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب وافتراء. تعالوا معا نقرأ عنه ونكتشف من يكون في كتاب القول الصريح في عيسى المسيح، والذي يمكن تحميله مجانا من موقع www.isa-almasih.com www.isa-almasih.com. Thank you.